الشيخ محمد صديق المنشاوي صوت يذهب إليك ويأخذك قبل أن تذهب إليه لتنصت. بيوصل المعنى من خلال طبيعة الصوت. عندما تسمعه يقرأ تحسبه يخشى الله سبحانه وتعالى. الورع التقي الزاهد المؤمن المخلص. الشيخ محمد صديق المنشاوي المولود في 20 يناير عام 1920 والذي لحق بالرفيق الأعلى في 20 يونيو عام 69 رجل سعت الشهرة إليه وسعت الإذاعة إلى قدميه. ما كانش يحب الإعلان حتى كان رافض الإذاعة. القارئ الوحيد الذي دخل الإذاعة بدون اختبار هو فضيلة المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي. وأجمع كل من سمعه من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها أن هذا الرجل من العيب أن يختبر ومن التقصير وعدم الاعتراف بمكانته أن يخضع أمام لجنة أيا كانت هذه اللجنة. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جيء به للإذاعة وفي غضون شهور ليسجل أجود وأنقى وأرقى وأجمل وأعذب نسخة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. نشأ في أسرة كلها تحب القرآن وأهل القرآن. كان متواضعا وكان روحه طيبة وكان بعيد عن الغرور نهائي. أجمع الناس على أنه كان من العباد الزهاد، لم ينظر في أجر، لم يبحث عن مكانة، لم يتصدر واجهة. وكان بيساعد الشباب في قراءة القرآن وكان دايما يتبناهم. قال والله أنا أحب، والله بهذه المقولة أحب أن يأخذوا من قراءتي ويعطوا إخواننا الجدد عشان نستمتع بها معزة كده. وكان يجلس في شارع مصر والسودان بالجلبية. ما يعرفوش، ما كانش يعرف أن ده الشيخ محمد خالص. حتى في مرة واحد قاله وقال له أنت البواب بتاع الأمارة؟ قال له أيوة نعم أنا البواب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كان خلقه القرآن وكان صوته القرآن وكان عطاؤه القرآن. الشيخ محمد صديق المنشاوي صوت معبر بصدق. كان رحمة الله عليه عند ما يجلس على الدكة اللي هو هيقرأ عليها كان يجلس جلسة التشهد أثناء القراءة. كان ينفرد بطريقة خاصة فيها الخشوع، يعني يتخذ له طريق خاص وهو يقرأ، يعني تحسبه يخشى الله سبحانه وتعالى. وكان دائما وأبدا في أثناء القراءة غض للبصر، ما كانش يفتح عينيه، لدرجة إن كانت الناس اللي ما كانتش تعرفه كانت تعتقد إن هو كفيف وما كانش يعني يفتح بصره
إلا بعد ما يقول صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. النسيج اللحني عند محمد صديق المنشاوي ممكن يؤدي جملة طولها دقيقة أو دقيقتين في على 4 درجات صوتية، بحيث ان هو بينسج الجملة بدقة شديدة جدا، وده شيء غير تقليدي عند باقي القراء، اللي هو الزخرفة والصعود والهبوط والانتقال السريع. بيضيق المساحة الصوتية على قد ما يقدر 4 درجات ويفضل يقول فيهم، لكن بيقول فيهم طبعا، وده في حد ذاته موضوع صعب جدا. ازاي انا يكون عندي 4 درجات وازاي اقدر اطلع الشكل اللي احنا بنسمعه والابداع العالي جدا في حدود الضيق من المساحة الصوتية. فمثلا في سورة الطارق، بيبدأ السماء والطارق، بيبدأ في المنطقة الجوابات الحادة جدا، وبعدين بينزل مرة واحدة بيعبر عن الـ 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 الآيات بحيث أنه يوصل المعنى بصوته. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. انتقال برضو صعب جدا من النغمات الحادة جدا وينزل لأقصى الجواب بشكل فيه إبداع عالي جدا جدا في صوته، وبدون ما يشعر المستمع أنه في نقلات أو في، لا، الموضوع كله متصل ببعضه من البداية إلى النهاية. قرار جميل ووسط جميل وبرضه جوابات كويسه جدا، يعني هو يعني لم يعني جمع كل الميزات الطيبه والجمال في قراءته. والايات اللي فيها تبشير كان بيقراها بفرحه القلب او بسرور القلب، يعني كان رحمه الله عليه كان دايما يميل للنهاوند، وكان بينتقل منه دايما لمقام نهاوند المرصع. مقام النهاوند عبارة عن لا 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 لا، والنهاوند المرصع لا 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 لا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر كان بيأذن تقريبا يعني مقام الرص والحجاز، كان أذان طبعا تقليدي، ولكن نقاء الصوت وجماله كان الأذان بيعتبر كامل وبيعتبر فيه يحتوي على فنيات عالية جدا الأداء، على الرغم من إيه من أن المساحة الصوتية كانت مساحة طبيعية اللي هي في حدود 5 أو 6 درجات في مقام الرصد. على سبيل المثال لا 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 لا
هذا رجل هو يعني السفير الأنقى والأرقى لكتاب الله عز وجل. هو كان واخد شهرة جامدة جدا في ليبيا وفي المغرب وفي سوريا وفي تونس، المغرب العربي والسودان. كان يعرف قيمة المسجد الأقصى، كان يحبه جدا. جمهور الشيخ المنشاوي من الشباب والشيوخ والصبية لا يختلف عليه أحد. صوت تعبيري صادق دافي ناعم قوي. من المعروف أن القراء لهم برنامج في التلاوة، عندما يأتي دور الشيخ المنشاوي أشعر أن نوبة من نوبات الري ستغمر الوادي.